بعد استراحة شبه إجبارية فرضتها مناسبة عيد الفطر، تستأنف الحياة السياسية في تونس عجلتها في محاولة لإيجاد مخرج من المأزق الذي تعاني. لقاء ثلاثي يجمع الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، وحسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة النافذة في البلاد، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي لإجراء مفاوضات حول سبل تجاوز الأزمة السياسية الراهنة. بن جعفر أعلن الأسبوع الماضي تجميد أعمال المجلس التأسيسي حتى الشروع في مفاوضات حول الخروج من الأزمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لرعاية هذه المفاوضات. أما مطالب الاتحاد النقابي فتنحصر في دعوة الحكومة إلى الاستقالة وتشكيل حكومة تكنوقراط رافضا حل المجلس التأسيسي. بدوره الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة تقترح توسيع الحكومة الحالية بحيث تشمل قوى سياسية أخرى وإجراء انتخابات مبكرة نهاية العام. وفي موازاة الحراك السياسي، يحشد كل من الحكومة والمعارضة أنصارهما في ذكرى يوم المرأة التونسية في استعراض جديد للحشود واستظهارا لحجم التأييد الشعبي أمام الخصوم. وبينما دعت الحكومة أنصارها للاحتشاد في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس ومهد الثورة يناير، دعت المعارضة إلى الدفاع عن حقوق المرأة أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، رهان الفريقين على خطب ود المرأة التونسية في ذكرى التوقيع على ما يسمى صحيفة الأحوال الشخصية عام 1956، وما منحته من حقوق للمرأة لا مثيل لها في العالم العربي، رهان يوضح حجم الاستقطاب الذي يخشى تحوله من سياسي إلى اجتماعي.